بهدف توعية المواطنين بأهمية التسجيل في السجل الانتخابي، فقد زار حزب الحركة من أجل المساواة والتجمع والمواطنة عدد من القرى بولاية تنجيلي، من ضمنها قرية باغاي، حيث اجتمع الوفد بعدد من سكان القرى والأرياف القادمين من أجل التسجيل في السجل الانتخابي. كما تطرق رئيس السلطة التقليدية حول الصعوبات. معنا 24 جزك الصافة يوم ده جيت أما الناس ما في قبل ما اللي كرر أنه ده وجزء كيف جاب فوتي. علما بأن الجولة الميدانية شملت قرية باياكا ومركز إداري دوغو وقرية مونوغي وقرية جيرا.